السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات المهمة جدا أول ما أبدأ مشروع إن أنا أعرف المشروع وإن أنا أحدد ما المشروع وأحدد اتجاه المشروع. الحاجات دي المانج تيجي هنا تقول له بروجكت انفورميشن، تبدأ تكتب تاريخ المشروع، البروجكت ستيتس، الكلاينت نيم، البروجكت ادرس، البروجكت نيم، البروجكت نمبر، البيلدنج نيم، وهكذا. تدخل بيانات المشروع، وهنا هتدخل المعلومات الخاصة بالمشروع، وتقدر تدخل المعلومات الخاصة بالبيلدنج داتا، تدخل حاجات الكونسبشوال تايب. طيب بعد كده عايزين نحدد مكان المشروع، بتيجي هنا في لوكيشن وتبدأ تحدد المكان من على الخريطة. هو هنا يجيب لك حاجة زي جوجل مابس، تقدر تحدد المكان اللي انت عايزه او تقول له ديفولت ليست، بيجيب لك الليست وانت تختار منها، وعلى اساس كده اول ما تختار الدولة اللي انت عايزها بيبدأ يختار لي الوزن. بعد كده لازم احدد البوزيشن بتاعي والترو نورث. معنى ايه الترو نورث؟ يعني العادي ان انت اول ما تدخل اللوحة هيبقى ده المبنى اتجاه الشمال للمبنى، بس ده هيخلي الحسابات مش دقيقة. لو انت بتعمل دراسة بتاعت الشمس مش هتطلع دقيقة، فانت محتاج ان انت تخلي الشغل بتاعك على اتجاه الشمال الحقيقي وليس الشمال بتاع المشروع. يعني هنا بيقول لي بروجكت نورث، لا انا عايز ترو نورث. طيب خليها دلوقتي بروجكت نورث، وتعالى هنا في البوزيشن وقول له روتيت ترو نورث. يقول لك لا، عشان تعمل روتيت ترو نورث يبقى لازم تيجي هنا الاول وتخليها ترو نورث. تمام، وخليها نفس المبنى كده مثلا. قائمة اركتكشر مش موجودة، هاجي هنا اعلم على اركتكشر وستراكشر. طيب هاجي هنا الاركتكشر واقول له وول، وابدا ارسم شكل مبنى كده. دلوقتي بقى هاجي اقول له من مانج انا عايز اظبط ايه الروتيت ترو نورث. زي ما انت شايف انت ممكن تيجي هنا تحدد نقطة معينة وبعد كده تحدد الاتجاه بتاعك، او تكتب الانجل اللي انت عايزها سواء ايست او ويست، او تعمل روتيشن تكتب الزاوية اللي انت عايزها عكس عقارب الساعة. وممكن تقول له بليس، تقول له انا عايز انقل النقطة بتاعتي هنا، وتبدأ تقول له ده الاتجاه بتاعي، فيبدأ يحول لك المبنى بالشكل دوت. ده اتجاه الشمال الحقيقي اللي بيتجه زي ما موجود في الخرايط. تمام، وفي اي لوحة ممكن تيجي هنا تقول له لا ده انا عايز اشوفها على البروجكت نورث او عايز اشوفها على الترو نورث. ممكن مثلا هتكون هتطبع اللوحة بالشكل دوت، هتطبعها بالشكل التاني حسب ما تتفق. الاتنين ينفعوا، يعني في بعضهم بيحط اتجاه الشمال مظبوط، وفي بعضهم بيحطوا واخد نفس الميل بحيث تبقى عارف فين اتجاه الشمال. لازم تحط الرمز بتاعك خصوصا في الموقع العام للموقع في العمارة. بعد كده ممكن بقى تيجي تفعل موضوع الشمس والظلال وكده، هتيجي معاك مظبوطة في الحساب بتاعك. ما ينفعش أعمل دراسة الشمس وأنا مش مظبط الاتجاه الشمال.